انتوما نعم انتوما اللي راكم تحوسوا عليها بالاطلاله المميزه على البحر، على بالنا باللي العقار تاع اليوم راح يعجبكم بزاف، سورتو كي تعرفوا باللي رانا في بومرداس مع عقار جديد جابهولكم الوكيل الايموبيلي. يلا نروحوا نكتشفوا. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الايموبيلي، اليوم مع عقار جديد رانا في ولايه بومرداس ليكيب، جبنا لكم شقه افتروا ولا اروع في الكاتريام ايطاج، يلا نروحوا نكتشفوها مع بعض. الافتروا تاعنا راهي بواجهتين وبمساحه تاع 70.37 متر مربع. ليكيب هاي ليك الافتروا لما ندخلوا من المدخل تاع الرئيسي تاعنا، بيان سور كاين باب دوبلي كيما نشوفوا، عندنا ان بلاكار هنايا تاع الدخله تي اول صغيور، هنايا بلاصه تاع الشوفاج كيما رانا نشوفوا، وعندك لي زاكسي الكامل الغرف، منا عندك صالون دو شومبر من هنايا، ومن هنايا لا كويزين. مين نبداو؟ يلا نروحو نبداو من لا كويزين تاعنا. قلنا بلي رانا في حي 170 مسكن الكرمه فيكي في الكاتريام ايطاج، اف 3 بواجهتين، مساحه 70.37 متر مربع، بعقد ملكيه ليكيب ودفتر عقاري. هاوليك دفتر عقاري وهذا عقد ملكيه، كل حاجه مقرافيه معناتها فريمو كل حاجه قانونيه. الحاجه الجميله والمميزه ليكم ليكيب النظرة من بالكون تاع لا كويزين، ليكم النظرة المميزة الإطلالة الجميلة على البحر اللي راهو على بعد 300 متر على الحي تاعنا كيما نشوفوا البحر، النسيم تاع البحر راهو يلحق لهنا، معناتها فريمون راك تشوف كامل الواجهة البحرية تاع بومرداس من خلال هذا البالكون كيما نشوفوا ليكيب، معناتها فريمون ولا أروع. الشقة تاعنا هاو كاين ان بالكون هنايا، بالكون تاع لا كويزين كيما رانا نشوفوا، فيها واجهتين كيما قلنا. هنا نروحوا نشوفوا ايضا كاين واجهه من خلال النافذه هذه ولا البالكون الصغير تاع لو سالون تاعنا، ايضا اطلاله مميزه على البحر في الواجهه الاولى تاع الشقه تاعنا اللي رانا في حي الكرمه دائره بومرداس ولايه بومرداس. هنا عندك لي طرواج لي دو شومبر لي بقاو، عندك في عندهم اطلاله للفاصاد الدوزيام على الحي تاعنا، هاي ليك لا فاصاد الدوزيام، هذه لا بروميير شومبر، هاي ليكيب معناتها مشروحه وضاويه، اشعه الشمس توشيك بارتو من جميع النواحي في الشقه المميزه تاعنا، وهاي لا طروازيام شومبر ليكيب اف طروا ولا اروع في فيكي، البلاصه المعروفه، هذا المكان المميز ليك الإطلالة على الحي تاعنا هنايا، مام عندك إطلالات مميزة، الشمس توشيك بارتو، كل حاجة مخدومة تري تري بيان في الشقة تاعنا، عندك هنايا سانيتار، عندك التواليت والدوش، دوش كيما نشوفو لابيطوار، ليل ساعة كامل، هنايا رافما كيما نشوفو، وعندك هنا التواليت، بلوس عندك تي في روندا كيما نشوفو، هاي ليك. ولا لوجيا كل واحد وش يقولها، المهم عندنا هنايا إطلالة مميزة ولا بالكون صغيور في السانيتير تاعنا، هاوليك لو سانيتير معنتها فريمون جماعة ولا أروع هذه الشقة تاعنا. نعاود لكم معلومات، الشقة راهي في الكاتريام إيطاج بواجهتين، مساحة 70.37 متر مربع، عندها الواجهة الأولى على البحر كيما رانا نشوفوا، والواجهه الثانيه على الحي تاعنا، حتى الحي تاعنا حي هادئ وامن، ليكيب الجيران ترونكيل، سوسطا وحدي الكرم راهو معناتها فريمون تا والبحر، ومام الجيران هنا ما تسمح حتى حس كيما رانا نشوفوا غير النسيم تاع البحر اللي رانا نسمعوا فيه، والهواء شويه اللي الريح اللي راهو هذا واش كاين، معناتها فريمون سوسطا. لي كوموديتي عندك لي بريمير، المؤسسه التربويه قراب كلش ليك، مؤسسه التربويه رانا قدام السيت الجديد تاع لاديال اللي راهو هنا في الكرمه، ايضا كاين محل تكوين مهني ماهوش بعيد، المحلات كاينين اغوغو،
خاصة المحلات اللي يبيعوا الأسماك والمنتوجات البحرية معناتها رانا في كي معروفة البلاصة هذه بالمنتوجات البحرية، خاصة أن احنا رانا قرب للدلس، قرب كاب جنات، قرب البومرداس أيضا، معناتها فريمون بلاصة ولا أروع. أنا نوصيكم تتواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف، وماذا بيا تجيو تفيزيتيو الشقة تاعنا اللي راهي مميزة جدا. أرواحوا شوفوا الشقة، ومع الوكيل الإيموبيلي دائما نجيب لكم عقارات مميزة من مختلف الأنواع ومن مختلف الولايات. سلام.